موضوع مهم جدا في العراق، لأنه يعكس للمسافرين للقادمين إلى العراق بشكل عام من العربي والأجانب وغيرهم إن جاء أحد، أن هذا البلد هو بلد ليست فيه مقومات أي بلد في العالم، لأنه ناقص من كل شيء، وتنقصه الخدمات طبعا بالنسبة لمطاراته وبالنسبة لبنيته الأساسية والتحتية وغيرها الكثير من القطاعات التي يعاني فيها هذا البلد. على العموم نركز اليوم على قضية المطارات. انتقد رجل دين لبناني المعاملة التي لاقاها في مطار النجف وقال: لم نشاهد معاملة سيئة في جميع مطارات العالم مثل ما شاهدناها في مطار النجف، وحث المسافرين على فضح المسؤولين الفاسدين في العراق ونشرهم على صفحات التواصل الاجتماعي. فنشاهد. أما مطار النجف، مطار أمير المؤمنين، شفنا الصلاة ما شاء الله، هون اللي شفتون هلا كلهم أهل صلاة، كله بيمروا من حد المطار وبيعمل هيك وبينحلف، بعمره ما حيصيروا، بعمره هيدا البلد ما بيتعمل، لا على النفاق، لا على الكذب، لا على قلة احترام الناس بتعمل حقكم تفوتوا على اي مطار بالعالم، ومجبور اي موظف يبتسم يحترق، اذا ما بده يبتسم لازم ينرمى سلم كم سلم بالزبالة، ممنوع يفوت على اي مؤسسة، حقكم انه يبتسم لكم ويحترمكم ويقول الكلمة الحلوة حتى لو اساءتوا له، فهو اساءلكم بده يجركم. المشكلة اذا انتم مش عارفين شو صار، كان في كم حج مسنين عاملين يلا يلا امشي يلا امشي، هاي أمن البلد كون بأي دولة بأوروبا وبأمريكا وبالعالم، كيف أنا نقبلها بالنجف؟ أمن البلد بالنجف، وأنتم ما تقبلوها، روحوا ولعوها على الفيسبوك.